تلهم القرآن نورا إلى القلب يسير بالإنسان لمنهج الرب للصبر والإيمان للعلم والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أبتدئ حديثي معكم هذا بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جعل الله عز وجل في خلق السماوات والأرض وما بث في السماوات وما بث في الأرض من المخلوقات ومن الكائنات ما يدل على وحدانيته وعلى أنه المتفرد بالبقاء والمتفرد بالخلق والمتفرد بالصنعة، وأن أي قوة في هذا الكون لا تستطيع أن تخلق كخلقه سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن توجد كما أوجد جل وعلا. فإن الإنسانية لو اجتمعت على أن تخلق شيئا قليلا من مخلوقات الله عز وجل لعجزت عن ذلك، بل إن الله عز وجل تحداهم بما هو أدنى من ذلك، وهو أن يسلبهم الذباب شيئا من أمورهم، هل يستطيعون أن يسترجعوا ما يسلبه الذباب؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فبين عز وجل في هذا المثل أن الذباب إذا سلب من أحدهم شيئا فإنه لا يستطيع أن يستنقذه منه، وفي ذلك ما يدل على ضعف الإنسان وعلى قدرة الله جل وعلا. قرآننا نور الهدى يشع في كل المدى، في روحنا وقلبنا معناه قد توردا. قرآننا نور الهدى يشع في كل المدى. وقد بين لنا الله سبحانه وتعالى الآية العظيمة في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الألسن والألوان، عندما قال عز وجل في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ففي خلق السماوات والأرض آيات، وليس آية واحدة، بل هي ملايين أو بلايين الآيات. فإن الإنسان لو أخذ يسير في الأرض ويتفكر في هذه الأرض، ينظر إلى تضاريس الأرض، إلى طبيعة تكوين الأرض، إلى الجبال، إلى المزروعات المختلفة في هذه الأرض، إلى الحيوانات الكثيرة المتنوعة في هذه الأرض، إلى انقسام الأرض إلى يابسة وإلى ماء، وإلى الآيات المبثوثة في الأرض أو المبثوثة في البحار أو في الأنهار. إذا تفكر الإنسان في طبيعة الأرض بين أرض صلبة وأرض رخوة وأرض زراعية وأرض رملية إلى غير ذلك، لو تفكر الإنسان في نفسه وفي جوهره وفي حقيقته، ولو نظر إلى الأرض وكيف بسطها الله عز وجل بسطا وجعلها مهيئة ومفروشة لاستعمال هذا الإنسان، فإنه سيقف على آيات عظيمة باهرة دالة على قدرة الله عز وجل وعلى عظيم سلطانه. وهكذا لو نظر الإنسان إلى السماء، لو رفع رأسه إلى السماء وشاهد كيف أن الله عز وجل رفع هذه السماء بغير عمد نراها، وكيف أن الله عز وجل زينها بالنجوم وجعل فيها آلاف النجوم والكواكب والمجرات
والكويكبات وغير ذلك مما جعله الله عز وجل في هذه السماء، مما يقف الإنسان أمامه مذهولا حيرانا لا يستطيع أن يفسره إلا بتفسير واحد، وأن وراء هذا الكون مبدع أبدعه ومحدث أحدثه وهو الله عز وجل. وهكذا لو نظرنا إلى اللغات التي يتكلم بها الناس في هذا الكون فهنالك آلاف اللغات، اللسان واحد والعقل واحد والمجرى واحد ولكن تختلف اللغات. هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، كيف لم يجعل البشر يتكلمون بلغة واحدة وإنما يتكلمون بلغات كثيرة مختلفة فيما بينها. وهذا مما يدعو الإنسان إلى أن يتقبل الآخر وأن يتعايش مع الآخر مؤدياً الرسالة التي أوجبها الله تعالى عليه من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن تبليغ كلمة الله عز وجل. وهكذا لو نظر الإنسان إلى اختلاف الألوان فإن الله عز وجل لم يخلق البشرية على لون واحد، بل خلق الإنسان على ألوان متنوعة، فهنالك الأبيض والأسود والأسمر والذي فيه حمرة إلى غير ذلك من ألوان البشر المعروفة. وهذا التنوع في الألوان لا يدعو الإنسان إلى العنصرية أو إلى التعالي على بني جنسه أو أن ينظر أنه أحسن من غيره، فإن هذه الخلقة هي قسمة الله عز وجل. فالذي خلقك مثلا على لون أبيض وخلق غيرك على لون أسود كان قادرا أن يخلقك على لون أسود ويخلق غيرك على لون أبيض، وقل مثل ذلك في بقية الألوان. فاللون ليس من دواعي الغرور أو العجب كما قد يقع للأسف مع بعض الناس من الرجال أو النساء، فبعض الناس قد يغتر بجماله وبعض النساء قد يغرها جمالها وحسنها فيدفع ذلك إلى الغرور أو الكبر أو التعالي على الناس. وكذلك بعض الناس قد يتعالون على غيرهم بالمنصب أو الجاه أو ما آتاهم الله عز وجل من المال أو غير ذلك من عطايا المولى سبحانه وتعالى العباد. وكان الواجب على الإنسان الذي أنعم الله عليه بالجمال أو القوة أو اللون الحسن أو الجاه أو المال أو غير ذلك أن يشكر الله عز وجل، ولا يكون حاله كحال فرعون، فإن فرعون قال إنما أوتيته على علم عندي، نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله. على خطى القرآن وحبه جئنا من نبعه الصافي طهرا توضأنا على موائده إنا تجمعنا من محكم الآيات. أيها الإخوة الكرام، هكذا هذه الآيات المبثوثة في السماوات أو في الأرض أو اختلاف الألسن أو اختلاف الألوان كلها آيات يجب أن يتأملها الإنسان. ونحن للأسف نعيش مع هذه الآيات ولكن نتعامل معها تعاملا عاديا طبيعيا، وقل من يتفكر فيها ومن يتأملها ومن يستفيد منها الدروس والعبر. وهي في الحقيقة آيات ورسل ونذر من الله عز وجل يقيم بها الحجة علينا حتى لا يبقى لأحد حجة على الله عز وجل يوم القيامة. فإن الإنسان الذي لا يتعرف على الله ولا يتصل بالله سيقول له الله يوم القيامة يا عبدي ألم أريك آلاف الآيات التي تدل على وحدانيتي؟ ألم تعايش مئات وآلاف الآيات التي تدلك علي؟ حينها لا يجد الإنسان جوابا وسيعترف بذلك، لأنها فعلا هي آيات عظيمة باهرة تملأ هذا الكون. ولذلك الواجب علينا أن ننشي أنفسنا على التفكر وعلى النظر والتأمل في هذه الآيات، ولا نتعامل معها تعاملا عاديا ونتعايش معها من غير أن نتفكر فيها وأن نتأمل فيها وأن نربي أنفسنا ونربي أولادنا ونربي كل من نستطيع على هذه النظرة
نظرة التفكر والتدبر في هذه المخلوقات، كما أمرنا الله عز وجل عندما قال الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما هي صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التفكر والنظر في مخلوقاته العظيمة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا هدي مدى الأزمان، هيا معا لنفهم الأزمان.